حكاية مخابراتية سورية بامتياز، سمتها مخابرات أسد انتخابات وسماها السوريين مسرحية. بداية المسرحية حكى عنها موقع السويداء 24 عن طريق إجبار الموظفين بالدوائر الحكومية تحت التهديد إنهم يحضروا وينتخبوا ويتواجدوا حتى بالاحتفالات الوهمية. ولتضمن المخابرات حشد أكبر، تم إجراء امتحانات العملي بالجامعات والمعاهد بنفس يوم الانتخاب. هيك يلي ما بيجي بيرسب وبتروح عليه السنة، وحطوا صناديق انتخابية ليضمنوا أوسع لقطة، كله مدروس ومخطط، عناصر المخابرات بكل مكان وهنن المسؤولين عن تلقين الناس شو تحكي. عنصر مخابرات عم ينبه يلي طالع على التلفزيون ويأشر له إنه قول في زحمة، وعنصر تاني بيقول له شكور العشائر، لكن مع الأسف ما كان إلهم خبر إنهم طالعين على التلفزيون. انتخبتوا ولا لسه ما إجاكم دور؟ انتخبتوا؟ لا لسه ما إجانا دور من زحمة الوافدين على الصناديق، ما إجانا دور، مستنين دورنا. صرنا من لما فتح الصندوق من 8 ما حسنا ندخل على صندوق الاقتراع من شدة التزاحم. ومشكورة كل العشائر الموجودة وعشيرة العقادات عاملة زحمة كبيرة على الباب من الصباح. لنفترض أنك خلصت من عناصر المخابرات يلي برا ودخلوك لجوا لعند الصندوق، بتلاقي قدامك واحد عم يأشر لك بإصبعته وين تختار. عن هالمسرحية علق السوريين، خلونا نشوف شو قالوا. أحمد سرحيل كتب بوست قال في نظام أجبر طائرة متجهة من اليونان إلى لتوانيا للهبوط على أراضيه قسراً فقط من أجل اعتقال صحفي معارض، هذا النظام نفسه جاي يراقب انتخابات النظام بسوريا. تعليق من كنانة، يعني جديد هالحكي مثلاً؟ من زمان عم يجبرون مو بكيفه للموظف غصب عنه مع احترامي للموظفين، بس واقع هاد. تعليق من وسام، معنى انتخابات هي مسرحية للناس تضحك وللخرفان تمعي، أما بالنسبة للزعران والعصابات والفاسدين هي من مصلحتهم. تعليق من سمر، انتخاباتهم من ورق ودستورهم من ورق ودولتهم من ورق وسيادتهم من ورق ورئيسهم من ورق، وهم بالأساس حبر على ورق، سيزولون وسيزول معهم كل الأقنعة اللي ارتدوها، لأن البقاء ليس للأقوى، البقاء للأنزه والأثبت والأكثر رجاحة وعقلاً. نختم مع لقطات حقيقية خالية من عناصر المخابرات لسوريين رافضين مسرحية الانتخابات. Yeah.